شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيد النائب على هذا السؤال. بغيت نعطي بعض المعلومات. بلادنا تتوفر على تقريبا 4700 مؤسسة ديال التعليم ديال السياقة، تيشتغلوا بها 12000 مؤطر من بينهم 7800 مدرب. تم تسجيل حوالي 620000 مرشح للحصول على الرخصة سنة 2022، ونسبة النجاح تقدر ب 85%. تتعرفوا بأن الإصلاح ديال هذا القطاع قامت به الوزارة منذ مدة، ويعني بغيت غير نذكر هنايا بعض يعني الأوراق. كاين برنامج وطني للتكوين، كاين أظن تحديد التعريفة ديال التكوين ونموذج العقد ديال التكوين بين المرشح والمؤسسة التعليم. ثم أيضا كيف تتعرفوا المكننة ديال الامتحان النظري للحصول على الرخصة، وكاين أيضا الدعم ديال تجديد الحاضرات المركبات اللي تيستافدوا من مؤسسات التعليم السياقة. و قمنا ايضا باعداد دليل المدرب لتعليم السياقة. بغيت نشكر السيد النائب المحترم اللي تعطيني الفرصة هنايا باش نقول او نشير ان تحسين مؤشرات السلامة الطرقية تيبقى راهين بمستوى المهنية ديال مؤسسات التعليم ديال السياقة وجودة البرامج ديال التكوين، اضافة الى كيفية اجتياز الامتحان للحصول على الرخصة. في هذا الإطار تنعملوا مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين باش نعدوا برنامج جديد وطموح خاص بهذا القطاع ديال التعليم السياقة، باش يساهم بشكل فعال في استيعاب مضمون مدونة السير عند السائقين الجدد، ونحسنوا من سلوكيات ديال السائقين على الطرقات في المغرب.